تعالوا نشوف الخبر اللي جاي. والخبر اللي جاي الحقيقه انا عايزه بس اقول حاجه، عشان برضو احنا بنقول اللي يعمل حاجه حلوه نقول، احنا عايزين نقول ان وزاره الصحه عملت دور محمود جدا وراقي جدا جدا، انها كان عندها سهوله في الاجراءات الخاصه بالعلاج على نفقه الدوله، كان في كمان في معاهد الكبد على مستوى محافظات الجمهوريه مندوبين من وزاره الصحه، عشان لو اي حد عايز يعمل اجراءات للعلاج على نفقه الدوله الايام اللي فاتت او الفترات القليله مش القريبه قوي، لا الابعد من سنه سنتين كده، كان الموضوع بياخد كتير قوي لما اي حد يطلع له علاج او قرار بالعلاج على نفقه الدوله. الموضوع دلوقتي يومين ثلاثه بتلاقي نفسك طلع لك القرار، ومن غير بيروقراطيه ومن غير روتين، وعندك مندوبين في كل المحافظات وفي كل الوحدات الصحيه، فدي حاجه حلوه جدا، وده اللي خلى بقى ارتفاع في تكاليف العلاج على نفقة الدولة وصلت ل 95.5%، والنفقات بتتضاعف لرقم مهول 930 مليون جنيه. تعالوا نشوف ازاي الرقم ده وصل لهذا الكم الهائل. ده بناء على طبعا بيانات ظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل يعني مش الخارج بس، يعني في بعض الحالات بتطلع لخارج مصر، احنا بنتكلم على الحالات اللي اتعالجت وفعلا تم علاجها داخل مصر من خلال وزارة الصحة، شهدت ارتفاع كبير جدا خلال شهر سبتمبر الماضي. طبعا بحسب البيانات الإحصائية بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل إلى 930 مليون جنيه في سبتمبر 2018 مقابل 475 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2017. شايفين الفرق؟ السنة اللي فاتت 475 مليون، السنة دي 930 مليون، طبعا بنسبة ارتفاع بلغت 95.5%. وطبعا وزارة الصحة أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تلك القرارات، وأنها حريصة على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين. عشان كده أنا الحقيقة توجهت بالشكر لوزارة الصحة أن رغم هذا الارتفاع ورغم هذا الكم الهائل من الزيادة لسه القرارات مستمرة، وأن وزارة الصحة ما وقفتش هذه القرارات، ولازم كمان نذكر 100 مليون صحة وهذه الحملة الجميلة جدا، واللي فعلا أنا شايفة صداها في مختلف المحافظات وشايفة تجاوب كمان من الناس. احنا في الأول وفي الآخر بنحاول أن احنا نفلتر المجتمع أو ننقي المجتمع من فيروس لعين كلف الدولة مليارات أو ملايين من النفقات لحل هذه المشكلة، مشكلة فيروس سي، من توفير العلاج وعلاج المواطنين بالمجان طبعا. فبالتالي شكرا جزيلا لهذه المجهودات من وزارة الصحة.